السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم جراح المخ والأعصاب. معاكم دكتور أشرف عبد المنعم عز الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية الطب جامعة المنصورة. إن شاء الله النهارده هنكلمكم عن موضوع كان يمكن يكون اتكلمنا عنه قبل كده بس هنطرحه بوجه آخر، وطبعا أكيد مش كل الحلقات الناس كلها بتشوفها، وبالتالي يبقى في النهارده إن شاء الله مشاهدين جدد لحلقتنا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى انهم يستفيدوا. واي حد عنده اي استفسار بخصوص الحلقه ديت او بخصوص اي حاجه تخص جراحه المخ والاعصاب ممكن يتصل بنا سواء عن طريق الارقام اللي ظهرت على الشاشه او عن طريق الاس ام اف اللي هي رسائل نصيه، وان شاء الله نحاول نجاوبها لكم باذن الله من خلال الحلقه النهارده. النهارده نتكلم عن موضوع هو موضوع بيصيب مشكله بتصيب الفقرات وهي اسمها تزحزح الفقرات. نعم، كلمة تزحزح معناها في حركة، يعني ايه؟ يعني في فقرة اتحركت من مكانها، سواء كانت الحركة دي أمامية أو خلفية فبنسميها تزحزح فقرات، ففي حاجة اسمها تزحزح أمامي وتزحزح خلفي. قبل ما نعرف يعني ايه تزحزح، لازم نعرف الوصف التشريحي البسيط للفقرات اللي هو من خلاله بتقوم الفقرات مع بعضها البعض بتكوين العمود الفقري، وفي نفس الوقت بتبقى الفقرات من خلال الكلام اللي أنا أقوله دلوقتي بتبقى فيها ثبات مع بعضها البعض بطريقه معينه ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا. الطريقه دي لو حصل فيها خلل يحصل ما يسمى او ما نطلق عليه اليوم اسم تزحزح الفقرات. لو احنا بصينا للفقره اللي قدامي دلوقتي الوصف التشريحي للفقره، الفقره بتتكون من جسم الفقره زي ما احنا عارفين اللي هو الجزء الامامي، وفي حاجه اسمها عنق الفقره على الجانبين، ثم الجزء الخلفي اللي هو بنسميه الجزء الخلفي ده اللي بيتكون القناه العصبيه اللي بيمشي فيها النخاع الشوكي. الجزء الخارجي ده بيتكلم بيتكون من الصفائح العظميه والشوكه العظميه وحاجه اسمها المفصلات الخلفيه للفقرات. ما بين كل فقره وفقره في حاجه اسمها الغضروف، والغضروف اللي احنا شايفينه ده المنظر ده هو اللي بيمسك الفقرات بعضها البعض، في نفس الوقت بيعمل كوساده عشان تقي العمود الفقري من صدمات، وبيمكن العمود الفقري من اداء وظيفته سواء بالانحناء للامام او للخلف او الدوران او الانحناءات الجانبيه. من الامام في حاجه اسمها الرباط الامامي بيربط الفقرات كلها ببعضها البعض، وفي حاجه اسمها الرباط الخلفي بيربط الفقرات من الخلف داخل القناه العصبيه. الى جانب بيبقى فيه على الجزء الخلفي من العمود الفقري في حاجه اسمها عضلات تبقى صغيره موجوده في المنطقه ما بين الفقرات بعضها وبعض عشان تمسك الفقرات ببعضها، وفي نفس الوقت في العضلات الطوليه اللي هي العضلات الكبيره اللي هي موجوده على جانبي الفقرات واللي هي بتمسك الفقرات وبتساعد على ثبات العمود الفقري. كل العوامل دي في الاخر بتؤدي الى ما يسمى بثبات الفقرات، وبالتالي لو حصل خلل في هذه الاشياء ممكن يؤدي الى ما يسمى بتزحزح الفقرات. يعني ايه تزحزح الفقرات؟ لو احنا بصينا للمنظر اللي انا معايا دلوقتي كده هلاقي ان في المفصله الخلفيه اللي انا شايفها ديت، الفقره لها مفصلتين خلفيتين، كل فقره في مفصله خلفيه علويه وفي مفصله خلفيه سفليه. العلوية بتتمفصل مع المفصلة السفلية بتاعت اللي فوقها، والسفلية بتتمفصل مع المفصلة العلوية بتاعت اللي تحتها. يعني ايه ببساطة؟ دي بتبقى مع بتاعت الفقرة اللي فوق ودي مع الفقرة اللي تحت. لو احنا بصينا المنظر ده هنلاقي ان الحركة دي عاملة زي بالظبط تمثيلها كده اهو، نفس الوضع اللي انا بعمله ده كده، وبالتالي من الصعب ان الجزء ده يتحرك للامام لان في حاجة حيشاه للخلف. فدي اللي بتمنع عمليه التزحزح الفقرات هي المفصله الخلفيه اللي احنا شايفينها على خلفيه الايه؟ الفقره، سواء كانت الفقره دي او دي او دي على حسب الايه؟ العمود الفقري. الحاجه الثانيه المهمه عشان من خلال الكلام هنقدر نشرحها ونقولها وهي الوضع المفصله نفسها. يعني انا شايف المفصله ديت تبقى بالوضع ده تمنع الحركه دي، انما لو كان الوضع جانبي كده هتسمح بالحركه الامام والخلف، وده هنفهمه من خلال كلامنا دلوقتي عن اسباب تزحزح الايه؟ الفقرات. لو احنا شايفين ما بين المفصله العلويه دي والمفصله السفليه اللي هم الخلفيتين بيبقى في وصله دي بنسميها البارز انتر ارتكيولار اللي هو الايه؟ الوصله اللي بتوصل ما بين الاثنين. لو حصل فيها اي كسر في الوصله دي اصبحت الجزء العلوي من المفصله دي سايب والجزء السفلي سايب، بالتالي الفقره هنا تقدر تتحرك للامام او للخلف. ودي من اهم او من اكثر الاسباب اللي بتؤدي الى
هضم مستزحزح في الفقرات. كده عرفنا الوصف اللي احنا الوصف التشريحي للفقرات عشان نقدر نفهم من خلاله ازاي بيحصل تزحزح الفقرات وايه اسباب تزحزح الفقرات، ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله. ليه الفقرات ممكن تتزحزح من مكانها؟ في انواع بتبقى حاجه اسمها كونجنتال، حاجه اسمها يعني موروثه او بتحصل والشخص نفسه داخل اثناء التكوين نفسه، بيحصل دايما في بين الفقره الخامسه والاولى عجزيه لاخر الفقرات خالص. وهنا في الحاله دي بيبقى المشكله مش مشكله كسر ولا المشكله في البرز اللي احنا قلنا عليه الوصله ما بين المفصلتين، ولكن بتبقى المشكله في وضعيه الايه المفصله نفسها. زي ما احنا قلنا المفصله لما بتبقى جايه بجنب بتبقى حايشه في المفصله الثانيه، انما لما بتبقى الوضعيه كده ما بتبقاش في اي مانع للانزلاق وبالتالي او مانع للتزحزح، فبالتالي بيحصل الايه التزحزح. الناس اللي عندهم المشكلة دي بيبقى وضعية المفصلة بتاعتهم وضعية جانبية وليست أمامية خلفية، وبالتالي بيحصل بسهولة جدا إن الفقرة ممكن تتزحزح للأمام أو للخلف. التزحزح بيبقى درجات، يعني إيه؟ يعني في درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة. بنحسبها إزاي؟ إحنا بنقسم جسم الفقرة إلى أربع أرباع، كل ربع بنعتبره درجة. يعني لما يبقى ربع الفقرة بس اللي بيتزحزح بنعتبرها درجة أولى، النص درجة ثانية، ثلاث ارباع درجة ثالثة، الاربع ارباع يبقى درجة رابعة، اللي احنا بنسميها كومبليت تونس او الفقرة كلها سقطت خالص بقت امام الفقرة الايه الثانية. من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث زحزح الفقرات، احنا قلنا اول حاجة ان الحاجة دي موروثة. الحاجة الثانية بيحصل بعض العيوب الخلقية اللي بينشأ فيها ان الوصلة اللي ما بين المفصلة العلوية والمفصلة السفلية تبقى الوصلة ديت اطول من اللازم، وبالتالي بتؤدي اللي هي المنطقة دي لما بتبقى طويلة شوية بتؤدي الى ان الفقرة اللي فوق دي بتبقى مزقوقة لقدام وبيبان في الاشعة على انها تزحزح فقرات. ودي بنشوفها في السن الصغير، بنشوفها برضو عند الايه الشباب الصغيرين اللي هم بيتعرضوا لأعمال او حركات تبقى قوية شوية، زي الناس اللي بتلعب جمباز او بتلعب العاب رياضيه، الالعاب اللي هي العاب القوه، بيحصل عندهم ما يسمى بالكسر الخفيف في المنطقه دي. والكسر ده ممكن يلتئم، او تكرار الكسر ده ممكن يحصل له التئام، كل ما بيلتئم مره بيدي طول، فبالتالي بيعمل بينطر الفقره الى الامام وبدينا ما يسمى بتزحزح الفقرات. من ضمن الاسباب اللي بيؤدي لحدوث تزحزح الفقرات برضه اللي هو الايه الاصابات، اصابات الظهر، سواء كانت حوادث بقى سيارات او موتوسيكلات او سقوط من العلو، ممكن ده كله في الاخر يؤدي الى كسر في الوصله او في الوصله ما بين المفصله العلويه والمفصله السفليه. لو الوصله دي انكسرت زي ما احنا قلنا يبدا الفقره هنا تسيب وما عادش حاجه ماسكاها للخلف، وبالتالي ممكن يحدث تزحزح الى الامام او الى الخلف. من الاسباب الاخرى اللي ممكن تؤدي الى تزحزح الفقرات برضه ما يسمى ب الجينيتال بروسيس، او ما اللي احنا بنقول عليه اللي هو تقدم السن نفسه. مع تقدم العمر بيحصل نوع من انواع الايه التغيرات داخل الغضروف، الغضروف بيفقد ميته وبيبقى بيفقد قدرته على ان هو يقدر يمسك الفقرتين بعضهم بعض، وفي نفس الوقت بيحصل تغيرات في المفصلات العلويه والسفليه الخلفيه، وفي كمان بيحصل تغيرات في الأربطة المحيطة بهذه المفصلات، بيؤدي في الآخر إلى وجود نوع من أنواع الإيه الحركة الزائدة في المنطقة دي. مع طبعا تقدم العمر ومع التغيرات اللي بتحصل دي ممكن يحصل ما يسمى بتزحزح الفقرات. الأورام برضو لما بتصيب الفقرات ممكن تؤدي من خلال إنها بتؤدي إلى ضعف في العظام، وممكن تؤدي إلى تآكل في المفصلة او الوصله ما بين المفصله الخلفيه العلويه والسفليه، ممكن تؤدي الى حدوث تزحزح في الفقرات. المشكله برضو دي ممكن نلاقيها برضو في الناس اللي هم كبار السن اللي عندهم هشاشه في العظام، نتيجه لان العظم بتاعهم بيبقى هش ورخم، ممكن بسهوله جدا يحصل فيه كسر مع اقل حركه واقل مجهود، الكسر ده ممكن يؤدي الى حدوث تزحزح في الفقرات. ثاني اسباب حدوث تزحزح الفقرات كثيره ومتنوعه، والاكثر اهميه منهم واللي احنا بنشوفه كتير هي اللي بتبقى مصاحبه دايما للتغيرات اللي بتحدث مع السن، سواء كانت في الغضروف او في المفصلات الخلفيه للفقرات. ليه احنا النهارده بنحاول نتكلم عن موضوع تزحزح الفقرات؟ لانه هو موضوع مهم جدا. كتير جدا من الناس اللي بيعانوا من مشاكل في الظهر بيبقى عندهم
مرضا من التزحلق. وللاسف الشديد احنا كنا في السابق من يعني حوالي مثلا 15 سنه كنا الجزئيه دي تماما كنا يعني ما كانتش واضحه بالنسبه لنا، او يمكن 20 سنه بلاش 15 كانتش واضحه قوي بالنسبه لنا. وعشان كده يمكن بعض الناس كانت بتخاف من موضوع عمليات العمود الفقري، نتيجه لان بعض الناس اللي بتعمل عمليات لجراحات العمود الفقري بتصاب بعدها بانه بيحس ان هو في الام مجرحه في الظهر، وبيحس ان هو يعني ايه العين بينسى الم الرجل اللي كان بيعمل من قبل العمليه، وبيبدا يشتكي من الم الظهر، وبيتهيأ له من خلال تجربته المريره مع الالم ان هو ما حسش براحه. طبعا هناك فرق ما بين الم الظهر والم الساق، لان ده مهم جدا لما بنعمل عمليه دايما للمريض اللي عنده انزلاق غضروفي او عنده مشكله في الفقرات، بنقول له ان انت الالم الاساسي اللي بيرتاح هو الم الساق، وان الم الظهر ده ممكن يخف ولكن مش بنفس درجه خفيفان الم الايه؟ الم الساق، وانه يظل ممكن يظل فتره بعد العمليه قد تصل الى سنه مثلا وبعد كده بيختفي. وجدنا ان الناس ديت اللي هي بتصر على وجود الم في الظهر بعد الجراحه، وان هو مش حاسس بالراحه اللي كان بيبغيها او بيطلبها من العمليه، ان الناس ديت مع طبعا تقدم العلم وظهور انواع جديده من الاشعاعات والكلام ده، اكتشفنا ان الناس دول بقى كان عندهم درجه من تزحزح الفقرات. الدرجه ديت ممكن بسهوله جدا ما كانتش بتبان في الاشعه سواء المقطعيه او رنين، لان احنا عارفين ان المريض لما بيعمل اشعه رنين او مقطعيه بيعملها وهو نايم، والتزحزح ده ما ظهرش الا في وضع الايه؟ الحركه. وعشان كده تم التفكير في اشعه بديله او اشعه عشان تظهر موضوع حركه الفقرات، واللي احنا فكرنا فيها ووصلنا في الاخر ان احنا ممكن نعمل للمريض اشعه عاديه جانبيه، ولكن في وضع الانحناء للامام ووضع الايه؟ الاستقامه الى الخلف، اللي احنا بنسميها الاشعه العاديه المتحركه او الدايناميك اكس راي. الاشعه العاديه المتحركه ديت مهمه جدا انها اثبتت لنا او اظهرت لنا في كتير جدا من الحالات اللي كان عندهم انزلاق غضروفي فقط في الرنين ان في درجه من التزحزح، وده اللي كان مسؤول عن عدم احساسهم بالراحه التامه بعد اجراء العمليه. لان للاسف الشديد في مثل المرحله هنا كان التصرف اللي احنا كنا بنعمله معاهم وهو ازاله الغضروف فقط ده ما كانش كافي، وكان لازم يصحب هذا الموضوع عمليه ان احنا نثبت الفقرات. فعشان كده احنا لقينا ان من المهم جدا ان احنا نوجه انتباه سواء الساده الزملاء اللي هم لسه يعني بادئين او الناس اللي هم المرضى، ان مهم جدا جدا ما تخضعش لاي عمليه جراحيه في الظهر الا لما تكون عامل اشعه عاديه متحركه. حتى لو الطبيب ما طلبهاش منك انت وجه نظره او فكره، لان ممكن بسهوله جدا هو ما يطلبش ويبقى فعلا المشكله عندك ظروف وتجرى لك العمليه وبنجاح تمام، ولكن انت في الاخر بتعاني من مشكله اخرى وهي عدم ثبات الفقرات، وبتظل المشكله قائمه وتظل الشكوى موجوده، وانت ما بتحسش انك انت عملت العمليه كويس او يهيئ لك ان العمليه فيها مشكله، ولكن المشكله ان هو التشخيص المبدئي ما كانش كافي، وبالتالي ما كانش الاجراءات اللي اتخذت عشان تشفيك كافيه. المفروض ان انا بعمل في الحاله دي انزلاق ومعاه في نفس الوقت تثبيت للفقرات. كتير جدا من الناس اللي بيجوا لنا العيادات والعيان عامل رنين وجاي جاهز ومتحضر ومحضر نفسه ان هو يعمل عمليه، وجاي بناء عن خبره سابقه باحد الزملاء او الجيران او الكلام ده ان هو عامل عمليه عند فلان او علان وفلان ده كويس، فبالتالي رايح شايل اشعاعاته معاه. بيجي الطبيب يطلب منه الاشعه المتحركه، يقول له يا دكتور ما انا عامل كل اللي عامل رنين اهوت وفي بعد رنين حاجه. يا جماعه مهم جدا انك انت يبقى في عندك صبر على الطبيب اللي بيعالجك، وانك انت اي حاجه بيعملها الطبيب الغرض منها الاساسي هو مصلحتك، مش الغرض منها ان هو يمشورك او يعمل لك اشعاعات وخلاص. مهم جدا ان انا ممكن بسهوله جدا كم من المرات حصلت لان الواحد بيشوف مريض جاي متشخص على انه انزلاق غضروفي، والمريض ما معهوش اشعه متحركه، وبالتالي بعد ما الاشعه المتحركه بيتبين ان هو عنده جراحه فقرات، وده لو كان خضع لجراحه انزلاق غضروف فقط بدون تثبيت ما كانش يرتاح. كم من المرضى بنلاقي عندهم انزلاق غضروفي وبيبقى اشعاعات ومتشخصين وخلاص العين داخل يعمل عمليه، وبفحصه بنفاجئ انه عنده مشكله اخرى في العمود الفقري على مستوى اعلى وهي الاخطر وهي اللي عندها المشكله كلها. وفي الحاله دي تبقى لازم مهم جدا انك انت مش معنى ان انا رحت الدكتور ومعايا اشعاعات ان هو اجبار عليه ان هو لازم يلتزم بهذا وان هو يكتفي بهذه الاشعاعات، لا، لو هو شايف
اي حاجه تانية وشاكك في اي حاجه تانية، ما يمنعش ان انا اعمل اشعاعات تانية، عشان في الاخر المصلحه والنفع يرجع عليا انا. انا لو النهارده عندي مريض عنده انزلاق غضروفي قطني وعنده انزلاق غضروفي عنقي، وانا اجريت عمليه انزلاق غضروفي القطني دون التفاف الانزلاق الغضروفي العنقي، ممكن بسهوله جدا يصاب بشلل رباعي، ويكون هو الاساس هو المشكله في الغضروف العنق وليس الغضروف الظهري. لما بيكون في درجه ضغط على النخاع الشوكي كبيره، انا بدي اولويه للحاجه اللي فيها مشكله اكبر، اللي ممكن تصيب المريض بمرض اكتر او مشكله اكبر، لازم اتعامل معها الاول، وبعد كده ممكن اتعامل مع المشكله الثانيه في وقت لاحق. المريض اللي بقى عنده تزحزح فقرات، يا ترى يشتكي من ايه؟ وليه الشكوى دي بتحصل نتيجة التزحزح؟ أو إيه التزحزح بيعمل إيه بيغير لي عشان يخلي المريض يشتكي؟ إحنا لما قلنا إن بيحصل كسر في المنطقة الخلفية ده ما هوش واضح القضية قوي، ولكن لما بيحصل تزحزح فقرات بالمنظر ده، إحنا شايفين إن على الجانبي، لو نرجع تاني للوضع الطبيعي، على الجانبي فقرات في حاجة اسمها ثقوب أو فتحات بيخرج منها جذور الأعصاب اللي أنا شايفه ده. جذر العصب اللي هو بيكون في الاخر بصيره عصبيه مع باقي الاعصاب، عشان البصيره العصبيه دي تكون العصب الوركي او عرق النسا اللي احنا بنطلق عليه بالعاميه عرق النسا، اللي هو بينزل في الرجل وبيغذي عضلات الرجل، بيغذي الاماكن الخاصه بالاحساس والحركه وغيره. لما بيحصل التزحزح الفقرات بالمنظر اللي انا شايفه ده كده، نبص كده وركز شويه في الصوره، هنلاقي ان في الجزء الخلفي من الجزء المفصلة ديت اتحركت للأمام، وبالتالي عملت ضيق في الايه مخرج العصب، وهنا بالتالي بتقوم بضغط على العصب، وخاصة مع الحركة، لأن مع الحركة دي بتحدث زي ما انا شايف كده. شوف العصب بيتحرك معايا ازاي، بيحصل ارتطام للعصب مع كل حركة، وبالتالي بيحصل الايه الألم اللي هو بيجي في الساق. الحاجة التانية، مع الحركة دي برضو بيحصل تغيير في شكل القناة العصبية. لو انا بصيت من هنا لفوق، دي اسمها القناة العصبية. القناة العصبية المفروض انها مجموعة حلقات فوق بعضها بتكون القناة العصبية. لو انا في فقرة تزحزحت للامام زي ما انا شايف كده بالمنظر ده، حصل خلل في اتجاه القناة العصبية نفسه، اصبحت في جزء من الانحناء في القناة العصبية، عشان الايه الضفيرة الكيس العصبي ياخد وضعه، وبالتالي بقى في ضغط على الكيس العصبي. مع الحركة ديت بيحصل نوع من انواع الايه الانزلاق الغضروفي، بنلاقي فيه انزلاق غضروفي لان الفقرة اتزحزحت لقدام، والغضروف نفسه بيبقى شكله باين كانه راجع لورا، ومع الحركة المستمرة اللي هي الايه امامية خلفية بيحصل احتكاك بالغضروف، وبالتالي ممكن يحصل انزلاق للغضروف، وبالتالي هنا بيحصل ضغط على بيحصل ضغط على الاعصاب وعلى الضفيره العصبيه باكثر من طريقه. نمره واحد، ضيق في القناه العصبيه. نمره اثنين، ضيق في مخرج الايه الجذور الاعصاب من الجانبين. نمره ثلاثه، انزلاق غضروفي وعامل ضغط على جذور الاعصاب وضغط على الضفيره العصبيه. نمره اربعه، يبقى في مع الحركه كمان ارتطام بجذور الاعصاب. عشان كده المريض اللي هو عنده تزحزح فقرات بيبقى عنده الالام الاتي. نمره واحد، بيبقى عنده الام في الظهر. طيب يا ترى ايه سبب الام الظهر؟ طبعا لما انا بحط الفقرات في الوضع اللي انا شايفه ده، بعمل نوع من انواع الشد. الشد ده بيشد على الايه؟ بيعمل شد على العضلات الصغيره اللي موجوده في الفقرات من الظهر، وفي نفس الوقت على العضلات الطوليه اللي موجوده على جانبي الظهر. الشد ده بيعمل الم، هو لان الشد ده على العضلات والاربطه اللي ماسكه المفاصل، بيعمل الم في الظهر. الحاجه الثانيه، بيبقى عنده الام، الم الظهر ده هو بيسمع في الساق. سمع في الساق سواء لغايه الركبه او تحت الركبه على حسب المستوى اللي حصل فيه تزحزح. طيب نسمع الاستاذ الاول ونكمل. اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتور، انا كان عندي سؤال. اتفضلي. انا لما ببقى قاعده كتير فتره طويله، بحس لما باجي اقوم ركبتي زي ما يكون بتطقطق كده، ورجلي احيان كتير بتنمل. كويس. انت حضرتك الوزن عادي ولا زياده؟ لا ده انا رفيعه اعتبر، يعني متوازنة، مش من الفيالة. تمام، مفيش مشكلة. بالنسبة للقعدة، واضح حضرتك لما بتقعدي الخلل بيحصل معاكي في المشي ولا القعدة فقط؟ لا، وانا اول ما اقوم وابدا امشي بحس بحركتي تقيلة وركبتي وممكن احيان كتير ان انا احس لو ما لمرتش احس بطقطقة، يعني بسمع صوت طقطقة. هو موضوع طقطقة المفصل دي مش مشكلة ابدا، لان هي تبقى غالبا في نوع من انواع الارتخاء في الاربطة اللي حوالين المفصل.
المفصل نفسه بقى ممسوك بقى مجموعه من الاربطه حواليه. ممكن بسهوله جدا بعض الناس عندها حاجه اسمها لاكسيك في الاربطه دي، او في رخ ارتخاء في الاربطه، ممكن الاربطه دي لما تتزحلق بتجيب الصوت ده، ما هيش اي مشكله. الحاجه الثانيه، طالما الخدر التنميل ما حصلش مع المشي وحصل بس مع الاعاد، يبقى اكيد انت في الجلوس بتاخدي وضع مش مظبوط، بتضغطي على عصب ايا كان بقى العصب ده، سواء العصب الوركي او العصب الفخذي او الكلام ده، بتحط رجلك في وضع مش مظبوط، فبالتالي هو بيضغط على العصب. ليه؟ مفيش منها اي مشكله خالص، مش حاجه مرضيه. الكلام ده امتى؟ لو الخدر التنميل ده بيبقى مصاحب للحركه او من غير قاعده معينه، الخدر بيحصل باستمرار، يبقى في الحاله دي حاله مرضيه. ده ما تقلقش ان شاء الله مفيش اي مشكله. نرجع تاني لموضوعنا. احنا قلنا المريض اللي عنده تزحلق الفقرات بيشتكي من الام في الظهر، وقلنا اسباب الام الظهر ايه. الحاجه الثانيه بيشتكي من الام في الساق، وعرفنا ان الام الساق دي سببها ضغط على جذور الاعصاب. وضغط على جذور الاعصاب احنا قلنا بكذا طريقه، يا اما بالارتطام اللي بيحدث في جذور العصب مع حركه الفقره الاماميه والخلفيه، او نتيجه للانزلاق الغضروفي المصاحب، او نتيجه لضيق في الثقب اللي بيخرج منه او الفتحه اللي بيخرج منها جذر العصب. حاجة كده ممكن يحصل مشكلة في الإحساس، طبعا خدل أو تنميل أو كلام من ده، ممكن يحصل مشكلة في العضلات، ممكن يحصل مشكلة في التحكم في البول أو البراز، ولكن الحاجات دي يعني برحمة ربنا بينا ما تحدثش إلا متأخرة قوي، لما يبقى درجة التزحلق كبيرة، أو لما يبقى السن كبير ويبقى فيه مصاحب معاه ضيق في القناة العصبية وانزلاق غضروفي كبير، في الحاله دي بيبقى في ضغط على الضفيره العصبيه داخل القناه العصبيه، وهي هنا اللي بتؤدي الى حدوث مشاكل في تحكم في البول او البراز او في الحركه نتيجه للضغط على الاعصاب اللي بتغذي العضلات. المريض اللي عنده تزحزح فقرات طبعا نتيجه الالم ده بيلجا للطبيب، وللاسف شديد برضه عاوزين ننوه عن حته مهمه دايما بقولها في كل مره، ان الفقرات مش تخصص عظام يا جماعه، الفقرات دي تخصص جراحه مخ واعصاب. مش معنى ان في عظم يبقى معناها ان هو المسؤول عنها طبيب العظام، لان في بعض الاطباء العظام متخصصين في القصه دي، ولكن نادرين، مش كل اطباء العظام عندهم فكره عن موضوع مشاكل الفقرات، لان احنا لو فكرنا في الموضوع ببساطه نتعامل من خلال العظم ده كله، نتعامل مع ايه؟ مع اعصاب، مع سواء ضفيره عصبيه او مع جذور الاعصاب، وهي دي اهم حاجه في الموضوع، وديت اللي عامله المشكله كلها. احنا ما بنتعاملش مع العظم نفسه كعظم، احنا بنتعامل مع نسيج عصبي، النسيج العصبي ده اكثر واحد او اكثر واحد يتعامل معاه هو جراح المخ والعصب. فعشان كده لما واحد عنده مشكله في الفقرات يلجا لطبيب جراح المخ والعصب عشان ياثر نفسه الطريق، وما يلجاش للطرق اللي هي مش مظبوطه، في الاخر تنتهي بيه الى حدوث مشكله وكارثه ما تتصلحش. انا زي ما انا قلت برضو زي يعني في كثير من الحلقات السابقه، ان احنا الاعصاب بالذات عندها قدره على التحمل، ولكن لما بتصل لمرحله ال نهايه التحمل اللي هي بعدها بتفقد القدره على التحمل، في الوقت ده بيحصل تبدا تحصل الاعراض، الاعراض دي بتبقى سريعه جدا وبتبقى متتاليه، وللاسف الشديد لما بتحدث بيبقى حصل تغيير في النسيج الليفي او النسيج العصبي نفسه من الداخل، وبالتالي رجوعها لوضعها الطبيعي بيبقى شيء من الصعب جدا، بل من المستحيل في بعض الاحيان. والعيانين اللي بيحصل لهم المشكله دي وصلوا لمرحله ان لاقي العيان مثلا عنده انزلاق غضروفي او تزحزح فقرات، وصل لمرحله ان هو بقى عنده مشكله في البول والبراز والحركه والكلام ده، حتى لما بتجرى الجراحه بتبقى يعني احنا بنوقف يعني الوضع اللي ما هو عليه، وفي نفس الوقت بتحسن، بس التحسن بيبقى بسيط وما بيرجعش 100%. ممكن بعض يعني الاعصاب الحركيه بتبقى عندها قدره على التحمل شويه، ممكن ترجع تاني للحركه، ولكن بيبقى في يعني هو نفسه بيحس مع الوقت ان في خلل مش طبيعي بالنسبه لنشيته، بيحس ان هو التحكم في القدرات ما بيرجعش لوضعه الطبيعي، ابدا من المستحيل انه يرجع. فعشان كده بنقول للناس يا ريت تلحقوا نفسكم بدري، ما توصلوش لمرحله انك توصل للمرحله بتاعت انك انت تنتظر لغايه ما تحصل الحاجات دي، وبعد كده يحصل ايه؟ يحصل التدخل الجراحي. انا للاسف الشديد برضه بسمع في بعض البرامج من بعض الزملاء غير متخصصين اللي هم بيطلق عليهم دلوقتي زملاء معالجين الالم بالتردد الحراري وغيره وغيره، الزملاء دول المفروض ان هم اساسا هم تخصص تقدير، فللاسف الشديد ما عندوش الكفاءه في فحص المريض، ما عندوش الكفاءه في معرفه امتى العيان يحتاج لجراحه من عدمه،
ما يعرفش الأشعة نفسها إمتى يقرر ده جراحة وده غيره. المفروض إن هو الطبيب له أهمية وله دور وكل حاجة، ولكن دوره ثانوي وليس أولي، ودي المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الناس، إن هي بتلجأ في الأول عشان خوفها من العمليات تقوم تروح لدكتور علاج الألم على إنه هو اللي شخصها هو اللي يعالجها مظبوط، ودي كارثة كبيرة جدا. المفروض الدكتور ده اسمه تيرشر دكتور أو دكتور تمامي، يعني المفروض إن أنا برجع له بعد ما أروح لدكتور جراح مخ أعصاب اللي بيشخصني ويعرف حالتي. لو ليا جراحه يقول لي ليه جراحه، مالكش جراحه، ماليش جراحه، يقول لك انت علاجك دوائي، فشل معاك العلاج الدوائي ومالوش جراحه، يبقى بتروح لعلاج الالم عشان تعمل القصه اللي هقول عليها. انا طبعا ما ينفعش انا اعمل علاج بالم وانا اصلا مش عارف ايه درجه الضغط على العصب ده قد ايه، وهل هو فعلا محتاج تاخد جراحه ولا لا. انا بسمع الكلام طبعا للاسف الشديد بعيد عن الصحه تماما، واحد يقول لك اه طالما بتقف على مشط رجلك خلاص، واحد تاني يقول لك طالما بتتحكم في المرور المرافق، يعني هو انت تستنى لغايه ما تصل لعدم التحكم في المرور المرافق بعد كده تعمل عمليه؟ اقول لك لا، كل سنه وانت طيب وشكرا، لان في الحاله دي العمليه مش هتفيدك باي حاجه. نسمع الاتصال ده الاول. انسه دينا اتفضلي. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، كان عندي سؤال. انا لما بقعد على الكمبيوتر كتير او لما بركب مواصلات فترات طويله، رقبتي ناحيه الدراع اليمين كده بتوقف جدا، وساعات بتقعد بال3 ايام افضل احط عليها مراهم مش بتشتغل برضه، بتفضل وجعاني جدا. الى جانب ان انا اسفل العمود الفقري، كل ما اجي اوطي احس ان في الم، واحس ان في صوت بسمعه بودني، بحس تمام. زي في ترقعه خفيفه كده او حاجه زي احتكاك كده. طب في الم في الم في دراعك؟ دراع اليمين برضه في الم؟ اه، لحد فوق دراع من فوق كده. الكتف نفسه ولا الدراع كله؟ الكتف. اه ولا الدراع فوق المفصل بتاع الكوع؟ لا الدراع، ولما باجي احرك العظمه بتاع الدراع من ورا. فيها الم يعني. طب الالم ده مستمر ولا بيروح وبيجي ولا له علاقه بس بالمواصلات؟ لما اكون قاعد على الكمبيوتر كتير او راكبه مواصلات كتير. تمام. الكحه العصبي بيأثروا فيه؟ ايوه، لما بيبقى عندي انفلونزا لما باخد كده بحس ان في الم في ظهري وفي صدري. لا، في غير الظهر والصدر، بس دي مشكله بتبقى مع البند والعضلات بتبقى كده، مش مشاكل منها. انا بتكلم على دراعك نفسه، لما بتكح او تعطسي الم الرقبه والدراع ده بيزيد ولا ملوش علاقه؟ لا، هو ظهري من ورا وعظم الدراع من ورا بس. تمام. في الم في الرجل من تحت؟ رجلي اليمين من عند الحوض كده. من عند الحوض. والالم ده بتقول يبقى غالبا مع الاعداد فترات طويله او مع السفر والكلام ده. الو؟ ايوه. انت معايا؟ ايوه يا دكتور. بقول لك الالم ده مع السفر او من قاعده فتره طويله، أوه. انما من غير الكلام ده مفيش حاجه. لا لا. يبقى دي حاجه خاصه بالعضلات، نتيجه انك بتحطيها في وضع معين مش مظبوط لفتره طويله فبيحصل عليها الالم دي، انما مش مشكله خالص عصبيه، تعيش منها ان شاء الله. نرجع لموضوعنا النهارده. احنا قلنا المريض اللي عنده تزحزح فقرات، قلنا شكوته بتبقى ايه؟ الم في الظهر، الم في الساق، ممكن عنده مشاكل في المشاكل العصبيه سواء في العضلات حركه او في الاحساس او في التحكم في البول والبراز. احنا قلنا يا ريت ما نستناش، زي ما احنا قلنا من شويه ان احنا في بعض الناس يقول لك انتظر لغايه ما تقفش على ما تعرف ما تقفش على رجلك، ساعتها تفكر في العمليه، او لما تلاقي نفسك ما عرفتش تحكم البول والبراز اقول لك لا شكرا ارجع له، ما كنتش تلزم، ان للاسف الشديد هنا مش هتفيدك العمليه باي حاجه. طيب المرضى دول بنشخصهم ازاي؟ ببساطة جدا بنشخص المرض ده طبعا زي ما احنا قلنا الأشعة المقطعية، كنا زمان بنستخدمها، دلوقتي ما بقناش بنستخدم المقطعية، بنستخدم القرنين المغناطيسي. المغناطيسي بيفيدني في حاجات مهمة جدا، بيعرفني القناة العصبية شكلها ايه، مدى إذا كان في انزلاق غضروف درجته قد ايه، وضغط على الجذر العصب ولا لا، وضغط على القناة العصبية ولا لا. كمان بيستبعد لي حاجات اخرى زي الاورام، زي الاسباب الاخرى للمشاكل اللي ممكن تنتج تبقى سببها الفقرات، يعني زي الالتهابات او الاورام او الكسور او 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 الى اخره. الحاجه المهمه بقى اللي احنا قلنا عليها واللي احنا نركز عليها ان شاء الله هي موضوع الايه؟ الاشعه العاديه المتحركه اللي شرحناها وقلناها بتعمل ازاي. دي مهمة جدا، ان هي اللي بتعرفني اذا كان في تزحزح في الفقرات ولا لا، ومن خلال الاشعة العادية دي انا بقدر اعرف درجة التزحزح دي قد ايه. انا طبعا مهم جدا في التعامل مع المرضى ان انا بتعامل بكل درجة ولها طريقة معينة في التعامل. في بعض الاحيان لما يبقى الدرجة الاولى
او درجه بسيطه والعيان ما عندوش شكوى قوي، او عنده الام في الظهر خفيفه بتعوده فترات طويله يعني مش متلازمه على طول، في الحاله دي ممكن نلجا الى العلاج التحفظي زي المسكنات، مرخيات العضلات، بعض التمارين زي تمرين الايه للحناء للامام اللي هو زي وضع الركوع، وممكن المريض يلبس حزام، الكلام اللي هو الايه العلاج التحفظي اللي احنا عارفينه. اسمع اتفضل نكمل. اتفضل يا استاذ حماده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كان عندي قطع جزئي في الاربطه في رجلي اليمين. فكان الاول ما بقدرش امشي عليها، عدى شهرين ثلاثه بقيت اقدر امشي عليها عادي، وبعدين رحت عملت عليها علاج طبيعي. المهم انا حاسس انها كويسه او رايقه، فحاولت امبارح العب ماتش كوره، لقيت نفسي ما قدرتش خالص يعني، ما حسيت ان ممكن رجلي تتخرع يعني. طول بقى قد ايه الكلام ده؟ بقاله 6 شهور. 6 شهور. كان فين الاربطه المتمزقه دي او المتقطعه؟ الامامي والجانبي. ده للركبه قصدك؟ ايوه. هو طبعا استاذ حماده، انا جراح مخ واعصاب، فيعني موضوع الركبه ده مش تخصصي قوي، ولكن طبعا يفضل انك تلجا لاحد الزملاء المتخصصين عظام، ولكن برضه المهم انك انت 6 شهور ده مش كافي، لانك انت تمارس رياضه، ولما تمارس رياضه تهيأ المفروض كان المفروض انك تلجا للطرق اللي هو الايه البسيطه الاول، انك انت تعمل تمارين وبعد فتره تبدا تمارس الرياضه. ما ينفعش انك انت تقعد 6 شهور وما بتتحركش وفجاه تيجي تلعب ماتش كوره، ده شيء طبيعي ان لازم يحصل لك مشكله. فارجو انك انت تلجا لاحد الزملاء تخصص جراحه عظام ويفيدك اكتر مني ان شاء الله. لو قلنا بنشخص التزحزح على الفقرات. طيب نسمع. اتفضل. ايه اتفضل. الو انور. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. بس بعد اذنك ممكن توطي التلفزيون شويه بعد اذنك؟ الفقره الرابعه والخامسه يا دكتور. بتقول ايه؟ عندي الفقره الرابعه والخامسه. فيها ايه؟ تزحزح فقرات ولا انزلاق غضروفي ولا ايه؟ انزلاق غضروفي يا خطا يا رب. تمام. بس في سخونه في رجليا من تحت يا دكتور، هي بقى من شهر 12 يا دكتور. في الم يعني ولا في ايه؟ خدم تنميل ولا ايه؟ لا هو حاليا انا شهر 12 مش حاسس بالم الا غير بسيط، لما لو لفيت مثلا ولا اي حاجه مثلا ولا اي مجهود زياده فبتعب يعني، عشان انا راجل بسافر كتير في القطر وكده يعني، من اسوان لمصر، بس لا اكثر ولا اقل. تمام. وضهرك كويس؟ لكن الضهر كويس، هي فين وفين يعني الضهر. تمام. انا ظهري كويس، وانا اتعرضت على دكتور وقال لي لا مش سهل عمليه، لو عملت عمليه احتزاز اسوء من الاول. تمام. يبقى انت عندك انزلاق غضروفي، ده من الدرجه الاولى بسيط يعني، وبالتالي مش ضغط على جذور الاعصاب، وفي الحاله دي طالما بيستجيب لي العلاج التحفظي ان انا بقدر اخد علاج مسكنات، مرخيات للعضلات، مضاد للالتهاب، الكلام ده كله بعد فتره الالم بيروح، حتى لو بيعاود مثلا في السنه مره ولا مرتين ولا ثلاثه ما هيش قضيه، طالما في فترات طويله ما بين الايه المره والمره، وبالتالي ممكن استخدم العلاج عادي، واخد حذري بقى ان انا ما احاولش ان وزني يزيد، ما احاولش ان انا اوطي توطيه خطا، ما احاولش ان انا اشيل حاجه تقيله، ما اعملش مجهود زايد، وبالتالي ممكن اقي نفسي ان يحصل لي تدهور للحاله، او ان الانزلاق يستمر لدرجه نوصل بيها في الاخر ان انا اعمل عمليه. انت الموضوع عندك بسيط، ممكن تتماشى معاه، ما فيش اي مشكله، طالما الغضروف اللي عندك غضروف صغير. مش معنى يا جماعه ان احنا نقول ان ناس واحد عنده انزلاق غضروف انه لازم يعمل عمليه. ده احنا بنقول قد 80% من الحالات ما بنعملهمش جراحه، وفي ناس كتير جدا بتفتح على العلاج الدوائي، ولكن في معلومه بس بسيطه، ان اللي عنده انزلاق بقى له فتره طويله وما زال بيتعامل مع الظهر بطريقه خاطئه، ده اللي غصب عنه وعنك لازم يستمر، ولازم يصل في الاخر الى موضوع الجراحه. انما اللي بيبقى عنده انزلاق بسيط وبيتعامل مع الظهر بتعامل صحي وسليم زي ما الدكتور بيفهمه، ان شاء الله ممكن بسهوله جدا ما يلجاش للجراحه خالص وما يعملش اي عمليات في ظهره. احنا قلنا تشخيص المرض ببساطه باستخدام اشعه الرنين والاشعه العاديه المتحركه، والنهارده في الجراحات طبعا في تقدم كتير في الجراحات، وبقينا النهارده بنعمل العمليات بسهوله ويسر، والناس كلها يا جماعه برضو عشان طيب نسمع. اتفضل استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. دكتور اشرف معايا؟ اتفضل يا اتفضل. ربنا يبارك فيك، هستأذنك بس انا ما زال عندي رجليها وجعاها لها اكثر من سنة. تمام.
وراحت للدكتور، والدكتور كذا دكتور يعني دكتور الرابع زي ما حضرتك قلت في النقاش دلوقتي، كل دكتور عظام يقول لها ارفعي رجلكي، طبعا رجلكي كويسه ما فيهاش اي حاجه، فيديها علاج وديها مره، او الدكتور ادها علاج بتاعنا الشاشه، مره الدكتور قال لها علاج كذا حاجه ما جاش معاها نتيجه، ورجليها حاليا دلوقتي ما تقدرش تمشي فيها، ما تقدرش تتحركها على الارض، ما تقدرش تروح اي مكان تتحرك فيه. تمام. عملت اشعه دارانه ما جاش فعلا. هو الرنين المغناطيس ما فيش حد طلبه منها خالص، فانا استاذنك حتى الدكتور ياسر الهواري اكبر دكتور في مصر ما طلبش منها الاشعه اللي هي الرنين المغناطيس اللي حضرتك قلت عليها حاليا دلوقتي. فالرنين المغناطيس ضروري حاليا في التصوير ده. بتقول ايه حضرتك؟ قول ما فيه ضروري في التوقيت دوت يعني. ما هو برضه انا مش قادر، هو الالم بيجي فين في رجليها حضرتك؟ للاسف. طيب هو بص يا استاذ علي، هو لو الالم في المفاصل طبعا الاشعه مش هتحتاج رنين مفصل، انما لو الالم بطول الرجل كلها يبقى غالبا نتيجه لان في ضغط على جذر العصب من الظهر، في الحاله دي نعمل لها رنين مغناطيسي على الفقرات، انما لو هو في المفاصل فقط يبقى في الحاله دي مش هتحتاج رنين مغناطيسي على ظهرها يعني ان شاء الله. طيب يا ترى علاج الحالات دي زي ما احنا قلنا في نوعين من العلاج، في حاجه اسمها علاج تحفظي وعلاج جراحي. العلاج التحفظي معروف زيه وزي اي علاج تاني، بس برضه في نقطه مهمه عايز افهمها للناس، ان مفيش حاجه اسمها علاج تحفظي متخصص. يعني ايه؟ بلاقي المريض يقول لك انا دكتور رحت الدكتور فلان وعلان والكلام ده، طب لي شويه مسكنات. طيب انت جيت لي وانا عندك انزلاق غضروفي ولا انزلاق ده كبير وضغط على جذر العصب وما ينفعش معاك علاج دوائي قبل كده، يبقى مش هينفع علاج دوائي. اقول لك طب انت ما دربتش معاك لسه، اديني علاج دوائي. يعني ما هو علاج الدوائي واحد، علاج الدوائي للاسف الشديد مفيش علاج متخصص في علاج الانزلاق الغضروفي ان هو يقدر يشيل الانزلاق الغضروفي كده ويرجعه تاني مكانه. العلاج المتاح كله مسكنات ضد الالتهاب وضد الارتشاح وهكذا. فبالتالي انت لو خدت العلاج ده لفتره من 4-6 اسابيع خلاص كده انت عرفت مرحله العلاج الايه التحفظي، وفي الحاله دي تخضع للعلاج الجراحي. يا ريت نشوف الفيديو عشان بسرعه نخلصه. هنوريكم بس طريقه الايه او حاجه كده مبسطه كماكيت عن موضوع تثبيت الايه الفقرات. وهي موضوع بسيط جدا لو ركزنا مع بعض. اتفضل. من خلال طبعا بعد ما بتقوم بالتعيين الظهر والكلام ده الحاجات البسيطة بتفتح فتح في منتصف الايه الظهر. الفتح ده بتبدأ نبعد بعد كده الايه العضلات على الجانبين. وبعد ما بنبعد العضلات على الجانبين بتبدأ تظهر الشكل الخلفية للفقرات. يعني شايفين بنبعد العضلات ويبدأ يظهر حاجة اسمها الصفائح العظمية الخلفية. بنبعد اكتر عشان خاطر نشوف حاجه اسمها المفصلات الخلفيه. بعد ما نشوف المفصلات الخلفيه والنطوء العظمي المستعرض ده الصفيحه اللي هو بنحس بالاله ديت الصفيحه العظميه. الحاجات اللي ما الجناب دي اسمها النطوء المستعرض. لما بنعرف النطوء لما بنشوف النطوء المستعرض ده بنقدر نحدد من خلاله ايه المكان اللي هندخل فيه بالمسمار. طبعا بنعمل في الحاله دي الاول توسيع للفقرات للصفائح العظميه دي بنشيلها، بعد كده كان في غضروف بنشيله، وبعد كده بنحط الايه المسامير والشرايح. وفي طريقتين لوضع المسامير، في طريقه باستخدام الطريقه العاديه اللي هي الجراحيه اللي احنا شايفينها بالفتح العادي خالص، وفي طريقه اخرى من خلال الجلد نفسه. ولكن برضه احنا بنقول للناس ده وضع المسمار، هو التقاء المفصله العلويه بمنتصف النتوء العظمي المستعرض عشان يدخل فيه حاجه اسمها عنق الفقره اللي احنا اتكلمنا عنه، ده المكان اللي هيدخل فيه المسمار. بعد ما بنحط المسامير بنحط مسمارين في الفقره اللي هي متزحزحه ومسمارين في الفقره تحت منها، بعد كده بنحط الايه؟ الرود او الشريحه اللي بتمسك الايه؟ الفقرات بعضها البعض، وهنشوف الشكل في الاخر هيبقى منظره ايه. دي طريقه باستخدام الجراحه العاديه. في طريقه اخرى ان احنا بنعملها من خلال الجلد نفسه، باستخدام طبعا جهاز الاشعه. جهاز الاشعه بنقدر نحط الايه الاربع مسامير والشرايح من خلال الجلد، ما بنفتحش ما بنجيش ناحيه العضلات. دي طبعا جراحه امنه، ولكن مش كل الحالات اللي ينفع فيها الكلام ده بنسيب الكلام ده، والاختيار الكلام ده لمين؟ للطبيب المعالج، هو اللي يقدر يقول نستخدم الطريقه او الطريقه دي. وزي ما احنا عارفين احنا في الاخر وصلنا لنهايه حلقتنا. الامور النهارده بقت بسيطه، وطرق التشخيص اثبتت لنا او اظهرت لنا حاجات كثيره، مشاكل عمود الفقري كثيره وحلولها كلها ان شاء الله موجوده، ولكن الجا للطبيب الصح عشان تبقى الامور من الاول في مسارها الصحيح. ارجو النهارده ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا معايا في موضوعنا وتزحزح الفقرات. واللي عنده اي استفسار ممكن يبقى يتصل بعد نهايه الحلقه. واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.